بيان الحالة الوبائية لمرض كوفيد 19 لهذا اليوم السبت 26 من ديسمبر 2020، وهي كالتالي: 346 عينة تم فحصها، 15 إصابة جديدة سجلت في أنجمينا، 4 منهم مخالطين لحالات سابقة، 0 حالة شفاء، ويبقى العدد الكلي إلى 1654، 1 حالة وفاة، ويرتفع عدد الوفيات إلى 103. 229 حالة مرضية تحتل على عدد الإصابات المؤكدة منذ التاريخ 19 من مارس 2020 هي 1986 في 17 إقليما. تدعو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية المواطنين للهدوء والتضامن واليقظة واحترام القرارات والإرشادات وبالأخص التباعد المكاني، وفي حال ملاحظة أعراض مثل الحمى، الكحة، والعطس وصعوبة في التنفس اتصلوا مجانا على الرقم 1313. البروفيسور شوا أوشيمي، المنسق الوطني للاستجابة السريعة.